كابتن خالد. بص، النادي الاهلي يعني انا بشوف لغط كتير قوي على السوشيال ميديا. النادي الاهلي عمل عليه 20 مليون، عمل عليه مليون، ما عملش خالص، اعلن العقوبه ما اعلنهاش، دي حريه شخصيه للنادي. طبيعي. اي نادي حر في تطبيق لوائحه كما يشاء. تمام. انا بس عايز اقول كلمه لامام عاشور، ودي نصيحه لوجه الله. امام، انت بتلعب في النادي الاهلي، ده نادي كبير جدا جدا ومن احسن الانديه طبعا في افريقيا، اذا كان الافضل دلوقتي في افريقيا. تمام. حتى وهو بيعتذر بيغلط، حتى وهو بيعتذر بيلقح على نادي الزمالك. ليه يا كابتن سيف؟ ليه يا امام؟ ليه يا امام عايز تخسر الناس؟ يا امام انت بتلعب في النادي الاهلي، وزي ما الكابتن شادي قال، النادي الاهلي بيديك فلوس، بيديك نجوميه، بيخليك تعمل اعلانات. هو انت فاكر ان انت نجاحك مع جمهور الاهلي هو التريقه على ناديك اللي صنعك، اللي عملك، اللي خلاك بني ادم، اللي خلاك مشهور، اللي خلاك معاك فلوس، اللي خلاك تروح المنتخب، اللي وداك ميتلاند؟ النادي الاهلي جابك ليه؟ النادي الاهلي جابك ليه؟ انت كنت اساسي منتخب مصر مع الزمالك، كنت موجود في الاولمبياد مع الزمالك، كنت اساسي مع نادي الزمالك. لا، والراجل كمان في لقائه مع الكابتن شوبير قال، الكابتن خطيب قال لي ما تخسرش جمهور الزمالك. طب هنا السؤال بقى، يعني حتى الكابتن محمود الخطيب قولا واحد، على فكره انا عندي معلومه بقى، ان بعد ما نزل الاعتذار ده راح الكابتن محمود الخطيب في الاعتذار مالكش دعوه بنادي الزمالك، ما تجيبش سيرته. صح، ده طبيعي. طب هنا السؤال، طلع في حلقه من الحلقات وقال لك على فكره انا كنت عايز ارجع مع الزمالك بس الزمالك ما رجعنيش. صح. صح. طب وانت عايز ترجع وعملت تقول لي البت بيضه وتغني مع الجمهور وتتريق على ناديك وتقول مش على فكره اللي بيحصل في الاهلي في الانديه الثانيه، اللي بيحصل الانديه الثانيه دي اللي كنت انت فيها، الانديه الثانيه دي اللي عملتك وكبرتك. هو انت فاكر ان انت هتتنجم في الاهلي اما تقلل من الزمالك؟ طبعا لا. لا، انت هتتنجم في الاهلي ما تأدي، اما تأدي، اما تجيب بطولات، ما تكون ملتزم داخل وخارج الملعب، اما تشوط من بره ال 18، اما تجيب ضربه جزاء. عايز تقوله ايه ككابتن كبير انت وكابتن تاريخي؟ يا حبيبي يا حبيبي، ال 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 النجوميه مش على السوشيال ميديا، النجوميه مش ان انت تغني اغاني الاهلي فهم يعتبروك ان انت اهلاوي، اللي انت اهلاوي في الملعب. اما تبقى في الملعب بتكسر الدنيا، يعني اما جاب جون في العين قلنا جون عالمي. صح ولا لا؟ اما بيركز في الملعب وزي شادي مال، هو لعيب كبير ولعيب مميز وعنده كل الامكانيات اللي تخليه نمبر 1، شويط بيمين وبشمال وبقوي بسريع، تاكلينج، بيباصي، بيصنع اهداف. شادي قال جمله محترمه، قال الاستمراريه. بالظبط كده، الاستمراريه. معلش يا كابتن، احنا بننجم الناس من اللقطه، لا من اللقطه ومن أيوة. ومن خناقه اهلي وزمالك، هي مش خناقه اهلي وزمالك. صح. زي بالظبط، عايز اقول برضو من فكره ان مثلا خلاص النادي الاهلي خد عقوبه، وقبل كده خد عقوبه على كهربا نزلها 500,000 جنيه وكهربا التزم. تمام. مش دي ما تيجي تنزل على وانت عامل غلط، تيجي تنزل على السوشيال ميديا وبعد كده يجي حد يخش يقول لك يقسم بالله مش انا. يعني ايه مش انت؟ دي صفحتك حضرتك، ده الانستجرام بتاعك. يعني مين اللي دخل على الانستجرام؟ دخل واحد كده ايه ده حد نزل يعني ما هو بتاعك، يعني بتاع مين؟ خلي بالك، فيها يعني فيها قصه عاطفيه، حماه برضو عايز يهدي الدنيا لا بس ما بقاش حلفان، يعني ما بقاش حلمان بالله. لكن اللي انا بقوله في ايه؟ هو انت السوشيال ميديا دي، انا يا جماعه جننت لعيبه والله ما بهزر. خلي بالك، هو في ناس يا عم برضو، انا وشادي اقسم بالله، هو في ناس يا خالد ما عندهمش برضو معلومات قوي، يعني ناس كبيره برضو حته السوشيال ميديا، انك تاخد تعمل ريتويت مثلا من بوست، او حد مثلا يبعت لك بوست فتعمل شير. هو في الاخر بيقول لك ايه؟ هو مين نزل واحد صاحبه؟ طب تمام خالص، فاهم قصدي؟ يعني ما عندوش المعلومه. كابتن سيف، اقول لك على حاجه، كتير بيقع في الغلط ده اعلاميين قبل لعيبه الكوره، لان دايما لما تراهن على حاجه، يعني مثلا كان خلينا نتكلم بصراحه، احيانا كنت انا عايز اتكلم بصراحه عامه، ما تقولهاليش تاني الله يكرمك. طب انت ساعات بصراحه بس ما تودناش في ده. بص، يعني مثلا ساعات ينتقدوا كابتن سيف علشان انا اعلام محايد. هي دي الصراحه اللي انت ما عليها، وانا سخنت معاك الصراحه. يعني انت يعني قلت لها هي دي اللي انت ما تفتحلوش الباب. خليني احط الدباجه بس ديني. فيجي انت عايز توازي الامور ما بين ناديين كبار وما تزعلش حد، فتتهم. بس مين اللي بيتهمك؟ السوشيال ميديا. لو انت سبت ودانك مش هتشتغل، مش هتشتغل. الكرسي ده هو اللي بيقود ولا يقاد. طالما ضعيف والله النجاح بيبقى قليل جدا، ده رايي. ده بقى ياخدني لايه اللي انا عايز اقوله.
جماهير النادي، انا هتكلم على الجماهير اللي انا عشت وسطها. ما سبتنيش ارد عليك. ما انا هقول لك، ما انا ما سبتنيش اكمل بس قبل ما ارد عليك. انت اتهمته بحاجه؟ لا مش بتهمه. لازم تديني ارد عليك في الحته دي. اتفضل. انا بقالي كام سنه في الاعلام؟ كتير جدا. خلك في 15 سنه؟ لا 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 لا، يعني الحمد لله فضل الله سنين كتير. السنين دي في زملاء كتيره جدا طلعوا، وفي منافسه شرسه جدا. كويس. صحيح. مش لاي حاجه والله، انا ما بحبش حته بقى مين الافضل مين احسن. بفضل الله هي كل واحد عنده مدرسه. تظل المدرسه دي ليها جزء كبير من المشاهده، زي ما زمايلنا كتير يوم جزء كبير من المشاهده، زي ما اقول لك انت مكسر الدنيا، يعني ما حدش ينكر ان خالد معادله كبيره، كابتن شوبير معادله كبيره، فلان معادله كبيره، يعني موضوع عادي. اذا ان انت النهارده توصل لمرحله بطريقه اعلام معينه، ان انت يبقى ليك شريحه كبيره او مشاهده كبيره، تبقى دي بلان او دي مدرسه واصله لكتير من الناس. مفيش حد هياخد كل الناس. يعني في بعض الناس يقول لك اصحاب مدرسه، يقول لك ايه؟ انا اما امشي عكسي واجي لك في السالب هعمل مشاهده برضه كبيره. وفي واحد يقول لك لا يا عم، انا هركز على مشاهده جمهور معين واخليه في ظهري. فاهم قصدي؟ بمضايقه الطرف الاخر. احيانا الناس في جمهور يقول لك ايه؟ انت شكرتني. تمام حبيبي، صديقي، انتيمي. بس ما تشكرش غيري. انت هنا مش بتمثل نفسك، انت هنا بتمثل شاشه. يعني ايه النهارده الزمالك كسب بطوله السوبر الافريقي؟ هتحطه في الحته الثانيه على طول. رد الاهلي في السوبر المصري هتقوم رايح على طول. في واحد يعمل لك ازاي؟ لا احنا عايزين اتجاه واحد. ما هي دي قناه كل البيوت بالظبط. يعني في الاخر انت خالد غندور النهارده في قناه الزمالك خالد، صح؟ وفي المحور خالد. فاهم قصدي؟ فالناس نفس القصه كانت الناس في الحته بالظبط. في الحته دي لا 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 خالص. ليه ده راجل قال جمله دلوقتي؟ لا يعني هو النهارده بيدي الاهلي حقه، عارف النهارده بيتعامل ازاي. خالد ما شاء الله اعلامي كبير وعنده تاريخ كبير قبل كده في قنوات كتير، ولكن في النهايه انت هو مطالب في كده. يعني انت مطالب بكده. انت كابتن شادي هتلاقيك في بانتمائك وبوضعك دلوقتي هتلاقيك قدام ماتش كده قاعد في استوديو على الشاشه، هتلاقيك بتحكي اللي بيحصل على الشاشه، فبتروح ناحيه الزمالك. بعض الجمهور قال لي يا شادي ايه الموضوع؟ غصب عنك. دايما عندنا جمله شهيره بنقول ايه؟ الشاشه احيانا كتيره هي اللي بتشرح نفسها. بالظبط. انا بس اكمل نقطه صغيره جدا. انا ادعي اللي كنت قريب من جماهير النادي الاهلي في وقت قوه في المدرج كبيره جدا. تمام. الجماهير ما بتتعاملش بالقطع. نصيحه لكل لازم يبقى في رصيد عشان يبقى في مساحه تسامح. ما عندكش رصيد ما بيسامحوش حد. باختصار طول ما انت بتجيب بطولات كتير جدا وليك رصيد كبير جدا وليك اخلاص بتيشيرت النادي الاهلي كبير جدا، بتتشال على الراس، ولما يبقى في خطا بيشيلك. لكن مالكش رصيد كبير ضخم، هو بيعاملك اللي انت عادي لسه ما عملتش حاجه. ده دي عقليه الجماهير اللي بتشيلك. انت عارف انا عايز اوجه هنا نصيحه عشان اقفل الموضوع ده، مختلفه شويه عنك انت وكابتن خالد في حته ايمان بالذات. يعني ما تلعبش مع جمهور الاهلي او ما تلعبش مع اي كيان كبير بصفه عامه ان انت تحاول تبقى في شد وجذب مع منظومته او السيستم بتاعه. بالظبط. فاهم قصدي؟ يعني النهارده الاهلي فيه 30 لعيب 29 قاعدين كده، وانت مثلا كل خمس دقايق مشكله، مش هتعدي. يعني الامور مش هتمشي. ليه؟ لان في لعيبه كتيره جدا احنا بقالنا فتره اروح لك بمشكله فاقول لك طب خلي بالك، رغم مشكله ثانيه كنت مظلوم فيها، رغم مشكله لا. لازم انت هنا بقى ايه؟ تقف مع نفسك وقفه واضحه وتفهم السيستم. فاهم قصدي؟ يعني تبقى فاهم السيستم في النهايه عامل ازاي. لان انا اتعلمت درس، لعيب الكوره ده عدى عليه الزمن، راح جه طلع نزل، اخدت مليون، اخدت 50 مليون، كل الاعلاميين حبايبك، انت صاحبي الانتيم، انت حاجه واحده بس اللي هتحلك الشغل ده كله، رجلك. كابتن سيف انت عارف انت برجلك مصر كلها تتكلم عليك وتاخد فلوس والدنيا تمشي. صحيح. اجدائك. انت عارف اما حصل من امام انه ما كان في الزمالك وغنى اغنيه في اوضه مقفوله. هو كان بيلعب مع فريق ايه؟ كان بيلعب مع فريق الشباب. عارف ليه؟ عشان كان معاقب. كان معاقب من الزمالك فراح مع فريق الشباب. اما راح من كام يوم كده غنى اغنيه فيها تقليل من الزمالك، الشناوي قال له انزل. صح. كان خناق صح ولا لا؟ قال له انزل. ايوه بقول لك انزل. بس بعد بقول لك انزل ما تغنيش. بقول لك انزل. صح. فاهم قصدي؟ ما هي ما انت برضه مصر على ان انت
يعني حتى لو بتغني وبتشتم رموز النادي ما انت حتى بتغني بتشتم الزمالك ما هي هي يعني انت في النهايه انت مصر على الاخطاء اللي متكرره هو لازم هو تتعلم هو بص يا كابتن خالد ايوه برافو عليك صح هو الالتزام في الاخر هو دايما اللي هيوديك الحته الثانيه وهو ده اللي هيعمل خصوصا ان انا لازم اقف مع نفسي واقفه عارف انا مثلا جيت لقيت ان كل الناس بيجوا بدري وانا شغال مثلا هنا في القناه ما ينفعش لازم تيجي قبليهم هاجي بدري انت فاهم قصدي سيستم كل الناس بتعمل أنا حاجه بس انا بس